من بعد ما كان الكاتب المتهم الأول بجريمة القتل. الأستاذ يونس جبران تعرض لمؤامرة. مجدولين آمنت ببراءته ودخلت على الخط. القصة هي توقيت صح وبس. كيف رح تتطور علاقتهم؟ تيريك. وهل ممكن المجرم يخفي الأدلة بجريمة تانية؟ مش صحيح، مستحيل أنا أعمل لك شيء. الكاتب يوم؟ أي يوم؟ عندك شيء؟ يومياً 10:30 المساء طيلة شهر رمضان المبارك على الـ LBCI والـ LDC